سلام. سلام، على السلامة. مرحبا بك. مواطن تونسي عندك إشكالية صغيرة في أرض لأملاك الدولة معناها. مواطن تونسي عندي 21 هكتار نستغل فيهم من طرف وزارة أملاك الدولة كاريهم، بحكم اللي معناها كنت نخدم في التعضدية أعطونا بالنسبة لي أنا وزملائي أعطونا 21 هكتار كريتوها يعني؟ أي كرة معناها بصفة كرة لمدة من عام 2000 حتى 2015، وزادوا كملوا لنا 15 سنة أخرى تمديد العام 2030. إلا أنه فهمتي فما المشاغبين وفما كذا، حصلوا فما أربع كتارات قالوا لي راهم زايدين وما همش مهيكلين الأربع كتارات هذوما، راهم مش نعملوهم في المزاد العلني. كي هو ما معناها مش الأربع كتارات هذوما محاذين لل 21 كتار، مش يجي معناها أي غنام أي كذا فهمتي مش يجي ويعملها حتى غاديكا بصيف تولي كونه كاري غاديك وياخذها بالقيمه اللي يحبوا عليها هما. وهو يساعده، هو يساعده على خاطر هو كان مش يمشي يعشب ارض تتكلف له 10 ملايين اقل شيء، بينما فهمتي هو كي مشكر اللو ذاك تاع اربع كتارات، الاربع كتارات هذوما ما يتكلفولوش حتى زوز ملايين، يساعدوا ياسر وياكل الاجوار الغديكه، ياكل معناها حتى بالليل يسرح على الفلاحين الشبان اللي ماخذين الاراضي من املاك الدوله. فلهذا انا نحب نوجه رساله للسيد وزير املاك الدوله وسيد الرئيس، ان شاء الله يسمعني فهمتني، رانا تعبنا، رانا تعبين 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 برشا، وعندي معناها الدوسيات هما عندي لهنا الدوسيات هذوما نتاع شكايات معناها من عام 2012 وانا نعاني الى يومنا هذا 2024، ماذا بهم معناها فهمتني، ما نعرفش انا كيفاش يحميونا من ولت الناس داهم علينا، ولت الناس تغور علينا، ولت الناس معناها شكون الناس هذو؟ الغلام يجي يعمل كي يحط لك الغديكة كما انا عندي فهمتي غلام حاطت لي بجنب الزيتون فهمتني في برج العامري، يعمل كي انا ندور بظهري وهو يعمل لك ويسايب الغلام، وبرا امشي يشكي وبرا مشي يشكي، تمشي تشكي ما تلقى حتى حق، معناها برا مشي هاو فما قضيه، برا مشي اعمل قضيه، خرجته لعدم الصفه، رجع لي بجنب الزيتون، كي خرجته انا من القطعه نتاع الارض، جاني بجنب الزيتون، تو الزيتون يتكراه هو يعني يا ناس، فما الزيتون يتكراه هو، كراه فهمتي فلاح خاص فهمتي للغلام فهمتي، واعطاه رقعه غاديكه فهمتي فيها غنم وبقر. فهمتني؟ ما تجيش هذيا، وين وزارة الفلاحة؟ ما تعمل كنترول، إيش بيه؟ نعمل دورة فهمتني ونشوف هذيك نتاع شكون وهذيك لشكون وهذيك كذا، ونشوف الخدمة اللي ماشية واللي مش ماشية، أما هما يعملوا كي يمشيوا معناها فهمتني، أو هذايا عطاها بالشطر، هاو هذايا ما نعرف شنو، وهما بالعاني معناها باش قال شنو ماهوش ولد جهة، يا أخي مانيش تونسي، يا رقريقي جيتك من لبنان. مانيش تونسي اب عن جد فهمتني، تجي انت معناها فهمتي بالحقد نتاعهم وكذا فهمتي، ماكش معناها هو ولد المنطقه معناها ماذا بهم كذا، ويتفاهموا عليك ويتامروا عليك عليه، هذه يلزمها معناها فهمتي كوزاره املاك الدوله تاخذ لها بعين الاعتبار، حتى في صوره ما معناها من حقهم هما يكريوا ويعملوا كل شيء وكذا، تبقينا على الاقل ماهوش الغلام، الانسان معناها شاب فلاح يحب معناها كبدايه يبدا بها ما يسالش مرحبا بيه، نشجعوا الشباب حتى، اما مش تجيب لي معناها فهمتي كغنام الغديكة وتحطوا لي كم حتى غديكة ويعمل كي ويبدا ياكل في الاجواء فهمتي، اشتر الصبا الضيع.
بحيث نزيد نلتمس من السيد وزير أملاك الدولة ومن السيد الرئيس أنهم يلتفتوا، والإجراءات معناها فهمت بالنسبة للقضاء وبالنسبة للتويكة. قلت مشيت نعمل في الفاكس، الفاكس نتاع المعتمدين نتاع برج العامري ما تعداش، وهو عندي التالون هو الفاكس. وبالنسبة للسيد وزير أملاك الدولة زاد كيف ما تعداش، كان للسيد الوالي تعد والله وربي يوفق. مازال انا مازلت كي بعث، مازلت كي بعثت تويك ها هو الدوسيات ها هو كانت تحب يصوروا ها هو السيد وزير املاك الدوله فهمتني. صوتك اليوم موجه للسيد وزير املاك الدوله؟ صوتي موجه للسيد وزير املاك الدوله والسيد الرئيس. طلباتك بالضبط؟ نعم طلباتي فهمتي، يحميونا فهمتي، يعملوا لنا صيغه فهمتي، بما اني انا عندي كونترا، عندي كونترا يلزمك تحميني. وقت كي نمشي انا للسيد رئيس المركز يقول لك اخويا اجي نكتب لك المحضر وكذا ونعديه لك للقضاء. نتاع شنو انا ما مشيت للقضاء وما جات القضيه وما كذا وما كذا وما كذا، الا هو السيد اللي دخل الارض وكذا شبع وبعبع وعمل كيما حب هو فهمتني. وانا نكون ضحيه؟ علاش نكون ضحيه؟ مالك كيفاش مش خلص الدوله انا، وكيفاش مش ننمي للمجتمع هذايا كالفلاحة هذيك، كيفاش تحبوا تنميوه؟ ما بالخدمة ولا لا؟ اي انا نخدمه هو يوم بعدك يجي ياكلها ونزيد نمشي انا فهمتي، نبقى نستنى حتى اللي تجي قضية وحتى كذا، وتعرفوا اجراءات القضاء تبطا. هي كيف هو يساعده هو، وفي الاخر هو يخرج لاباس عليه، يعمل محامي باهي وكذا بزوز ملايين بثلاثه ملايين ويخرج فهمتي، وما عنده حتى اشكال راه بالنسبه لي هو ما عنده حتى اشكال، هو داخل في الربح خارج من الخساره، انا داخل في الخساره مش يرتين، لا يلزم الارض ولا يلزم القضاء وافوكا وكذا وكذا وعدوا المنفذين. وانا كنوريك فهمتي الكرتابه معبيه بالمعاينات نتاع دول المنفذين ونتاع كذا ونتاع وشكاوي المحامين وكذا فهمتني. شكون اللي متضرر فيها؟ متضرر فيها كان الشاب الفلاح اللي يحبوا السيد الرئيس باش يطلع. كيفاش مش يطلع بالصيغه هذه؟ كيفاش باش يطلع اختي العزيزه فهمتني؟ حبيت نوصل الرساله هذه فهمتي، ان شاء الله توصل وان شاء الله تونس بخير ان شاء الله. خلي لك الكلمه الاخيره، شنو تحب تقول؟ نقول نزيد نعاودها ونزيد نعاودها فهمتني، رانا مستهدين يا سيد الرئيس يا سيد وزير املاك الدوله، حتى عم ناول فهمتي وقعت إجاحة وكذا، معناها ما خزرتولناش بالعفو نتاع الإجاحة، ومعناها ومش ترسينا نخلصوا وفهمتني، وإن شاء الله تخزرونا بعين الرحمة وكهو. إن شاء الله تاخذ حقك. يعيشك الله يرحم والديك.